متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضية الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او IMS TV. بدايه وكيف ديما كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارجه، كل واحد بصفته واسمه. ومن خلال الحلقه ديال اليوم بغيت نوجه التحيه للناس ديال الناظور، الناس ديال الجهه الشرقيه، الناس ديال الحسيمه، الناس ديال اكنول، الناس ديال العروين، الناس ديال الجهه الشرقيه كامله، حتى واحد ما نستثنيوه. وبغيت نوجه تحيه لواحد المتابع ديالنا من مدينه اكادير ناعمه وناس ديال اكادير، تحيه ناس ديال اكادير وتحيه للمتابعين ديالنا كما قدكم فين ما كانوا. الحلقه ديال اليوم متابعينا الكرام هي واحد الحلقه، انا ما كنبغيش نهضر في هذه الحلقات بحال هادو، ما كنبغيش نديرهم. هذه الحلقات ديال مسخ الوالدين ما كنبغيش نديرهم الصراحه، وما هادو هذه الجرائم ديال مسخ الوالدين ما كنديرهمش. ولكن البارح بمدينه صفرو، واحد الفيلاج قريب، هو ماشي فيلاج، هو كنقولوا حنا بحال مدينه حضاريه ولكن مدينه صغيره سميتها البهاليل قريبه مدينه صفرو. في الوقيته ديال الظهر، قربت سالي الظهر ديال الجمعه، عيطوا لينا السلام عليكم السلام شنو حب الخاطر، قال لك ودي راه شي واحد قتل الام ديالو في هذه المنطقه ديال البهاليل. هبطنا للسبيطار، شنقول لكم فاش بدينا كنتبعوا الاخبار ونشوف هذا الشيء اللي وقع، غادي نلقاو بان واحد الام ذبحها الولد ديالها، ذبحها بالموس، هو عايش هو وياها في المنزل في البهاليل. ناض ديك الوقيته ديال الدور بالضبط، مور الوقيته ديال الدور دوز عليها بهذا المعنى، هذا ذبحها، ماتت السيده، وغادي يهزوا داك الجنوي وغادي يتلاحم داك الفوقي. اي هما ساكنين في واحد الفوقي، غير نقز من تما وغادي يجي في الارض. جاء حتى هو في الارض، الحاله ديالو حتى هي تكرفصات، الحاله ديالو كانت خطيره، هزوه للمستشفى. فاش داو المستشفى ضروري ما غادي يديوه للمستشفى الجهوي بمدينه فاس، ولكن مع الاسف هو في نص الطريق وحتى هو غادي يموت، مات هنا. هذه الجريمه هذه شوف كنقولوا حنا مسخ الوالدين، ولكن العلم لله شنو كاين تما، واش هذا الولد هذا في حالته الطبيعيه، واش ماشي في حالته الطبيعيه، واش كذا. ولكن جميع الظروف ما كتخول ليكش باش تقتل واحد النفس، وخصوصا الام ديالك. الام ديالك مرا كبيره، 70 في العمر ديالها، راه سيده داخله في 70، ما عندهاش الجهد باش تقاوم، ولا ودايره فيك الثقه حتى ولدها جالس حداها، انت اللي غتحميها، انت اللي غدير، انت اللي غتفعل، واحد اللحظه تنوض تذبحها وتنوض تلوح راسك. وهنا هو مهمل راسو، اذا كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، ماشي من ناحيه الام ديالو، انما هو يقدر ما يكونش نورمال، اما شي حاجه بحال هكا، اما المخدرات، اما. ولكن العلم لله هذا الشيء كيبحث فيه الناس ديال الدرك الملكي والناس اللي مختصين في هذه الجريمات، هما اللي كيبحثوا في هذه القضايا بحال هادو. ما نقدروش حنا نسبقوا البحث ونعرفوا شنو هما الحيثيات. الحادث هو هذا، وقع بهذه الطريقه هذه، ذبح الام ديالو، مشينا للسبيطار لقينا هو مازال حي، الام ديالو توفات الله يرحمها، داوها لمستودع الاموات. الولد في الثلاثينيات من عمره، ما مزوج ما والو، عايش غير هو وياه، ما كاين لا الاب ديالو، حتى واحد ما معاهم. فاش ذبح الام ديالو غادي يتلحم داك الفوقي، جا في الارض، وبحكم ان الزنقه اللي فيها عايشين هما فيها يمكن الدروج، ودوك الدروج فاش طاح ليهم بحال من العلو، كلا العصا، كلاها في وجهه، كلاها في يديه، كلاها في هذا. كانت الحاله ديالو خطيره، فاش هزو محمد الخامس او المستشفى الاقليمي، من تما قال له ما ودي هذه الحاله ديالو خطيره، كتستدعي باش يتهز في اتجاه المستشفى الجهوي بمدينة فاس، ولكن مع الأسف غير هزوه، مات في الطريق. شوف على حوادث كيدايرين. ومن خلال هذه الحلقة هذه بغيت نطرق لهذا الموضوع ديال مسخية الوالدين. الجريمة اللي غنعاود لكم اليوم هي ماشي هي نفس الجريمة اللي هضرت لكم عليها في أول حلقة، وإنما هي جريمة مختلفة، وتهي ديال مسخية الوالدين، ولكن ماشي في مدينة صفرو، وماشي في شي مدينة معروفه، وانما ما غاديش نقول المدينه، غادي نخليها هكذاك. ولكن المغزى ديالنا او المحتوى ديالنا كيهضر على الحلقه والطريقه باش هذا المجرم هذا قتل والديه. على اي متابعينا الكرام، ندخل معكم سرد احداث قصه او جريمه اليوم. ولكن قبل ما ندخل معكم في قصه او جريمه اليوم، حاولوا تابوناو معنا، الناس اللي مازال ما ابونيش في القناه يتابوناو وبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم باش نستافدوا كاملين، ثم تستافدوا من المحتوى ديالنا وتعرفوا القوانين، تعرفوا الجرائم، لان الجريمه لا تفيد، وحنا كذلك عاوتاني تشجعونا باش نواصلوا في نشر هذا المحتوى. على اي ما نطولش عليكم، ندخل معكم سرد احداث اليوم. الجريمه ديال اليوم دارت الاحداث ديالها سنه 2014. واحد النهار، واحد السيد او واحد الرجل، هذا الرجل هذا رجل درويش،
شنو تيدير؟ تيمشي تيجمع داك الخاوي اللي تيلوحوه السكيريا، بمعنى تيجو السكيريا لواحد الجنب ديال واحد الغابة، كاين واحد الطريق. هو شنو تيدير فاش هذوك السكيريا تيلوحو داك الخاوي او القنينات ديال الخمر خاوين؟ هو تيجمعهم تيديرهم في واحد الصاك وتيمشي يبيعهم، كيعاود فيهم البيع، كيترزق الله، الله يحسن العوان كل واحد. هاد السيد هذا مره مره تيدخل الغابة، لان كاين شي وحدين تما تيجيو كيدخلوا للغابة كيجلسوا، كيجلسوا تما كيشربوا، كيقول انا ندخل هنا نقدر نلقى شي خاوي ديال الشراب، نلقى شي حاجه بحال هكدا. السيد دخل، واحد اللحظه هو يدخل كيبانوا لي واحد اربعه الخناشي كبارين. هذوك اربعه الخناشي بدا كيقرب لعندهم، قال صافي هادي شي همزه، راه شي ساكنه ديال القراعي، راه غادي نديه نستافد منه. واحد اللحظه هو داخل باش يفتح داك الميكات، هو رجع بحالو اللور، بنت له ماشي خناشي ديال الخاوي او الخناشي ديال شي حاجه بحال هكا، بنت له واحد اليد ورجل خارجه من داك الخناشي. السيد ما عرفش راسو باش تبلع شنو غادي يدير، حز من تما من داك البلاصه وعيط للناس ديال الدرك الملكي، السلام عليكم، السلام، شنو حب الخاطر؟ قالوا ما سيدي راه كاين واحد الخناشي هنا في الغابه في البلاصه الفلانيه، وراه يمكن راه فيهم شي جثه. الناس ديال الدرك الملكي قالوا فينا بلاصه، قالوا ما سيدي هل لوكاليزاسيون هاد التحديد. هما شنو داروا الناس ديال الدرك الملكي؟ ما عرفوش بلاصه في الغابه فين كاينه. قالوا له شوف غادي تعقل على الطريق اللي دخلتي منها، وغتخرج الشانطي، وحنا غندوزو حداك من الشانطي، وقفنا وندخلوا معاك داك الساعه نشوفوا هاد القضيه هادي. بالفعل الناس ديال الدرك الملكي لانها جريمه قتل، جمعوا العناصر ديالهم، طلع على جودان بيديه، امشاو في اتجاه العنوان اللي عطاهم هاد السيد هذا. فاش غيمشيو غيلقاو السيد لابس واحد الجلابه واقف على جنب الطريق تيتسنى، غادي يشير لهم. قالوا ما سيدينا اللي عيط لكم، فين هي هادشي اللي قلتي لنا؟ قالوا مزيدوا معايا. غادي يركب معاهم في داك الطوموبيل ديالهم وغادي يمشي معاهم، مشاو واحد الطريق ودخلوا مع واحد البيستا. قال ما سيدي ها من دخلت انا ومن فين مشيت؟ بالفعل غيمشيو لتما غيلقاو واحد الخناشي فيهم القنينات ديال الخمر، هما خاوين. قالوا ما سيدي هادو ديالي، قالوا انا راكم عارفيني وانا من هنا تندوز وديما تندوز، وهذه هي البلاصه ديالي، تنجمع الخاوي تنعاود في بيع هاد الخناشي راهم ديالي. ولكن الخناشي اللي لقيت واللي بانوا لي فيهم يد ورجل راهم هادو. بالفعل الناس ديال الدرك الملكي بانوا لهم عفوا اربعه ديال الخناشي، خنشه حدا خنشه حدا خنشه كحل، ولكن بان لهم بان رجل ويد ديال انسان كاينين في داك الخناشي. تاكدوا بان كاينه جثه تما. قالوا له الناس ديال الدرك الملكي انتيا ما قصتي في هاد الخناشي؟ ما قالوا لا سيدي، قالوا ما انا قربت منهم الحمد ديالي تشوك اصلا ما قدرتش نقيسهم، بقيت كنحقق فيهم. واحد اللحظه بلي الامر ماشي هو هذاك، بانت لي شي يد هذا كما كتشوفوا نتوما، خرجت بحالتي من هنا، مشيت كنجري لانني ما قدرتش نبقى بوحدي حدا هادشي، حست بحالتي باش الا وقع شي حاجه راكم عارفين، ما عمري عشت بحال هاد اللحظات هادو. قالوا ما سيدي انا جيت لهنايا وعيطت لكم. مزيان السيد هذا باش نحيدوه من القصه، هاد السيد اللي لقى هاد الجثات او هاد الجثه غادي يخرج من القصه، لان السيد دار داكشي اللي كيستوجب عليه، لقى بعض الاطراف البشريه، عيط للناس ديال الدرك الملكي. الناس ديال الدرك الملكي يجوا الناس ديال الدرك الملكي غادي يتصلوا بالنيابه العامه، النيابه العامه غتعطيهم كامل الصلاحيات باش يبحثوا في هذه القضيه هذه. هنا غادي يدخلوا الناس ديال بريغاد جوديسير وغيدخلوا الناس ديال التشخيص القضائي وزيد وزيد. جاوا تما داروا واحد الشريط، هذاك الشريط الاصفر في وسط الغابه، بداو كيبحثوا البلاصه خاويه، هذيك البلاصه تيجيو ليها كما قلنا حنا غير سكيريه لان بعيده على السكان، ما كاينش السكان تما. بداو البحث ديالهم، البحث بان لهم بان هذيك الجثث اللي طلعوا تما او اللي تحطوا تما هذيك بلاصه ثانويه، ماشي تما ترتكبت الجريمه، لان ما كاينش اثر ديال الدم، كاين خناشي محطوطين. هنا الناس ديال التشخيص القضائي ولا الناس ديال الدرك الملكي فاش كانوا كيبحثوا في هذه القضيه هذه ما بانت لهمش غير جثه وحده، فاش فتحوا داك الخناشي ما بانت لهمش جثه وحده، بانوا لهم بان كاين جوج ديال اليدين، جوج ديال عفوا اربعه ديال اليدين، اربعه ديال الرجلين، اذا جوج جثات مقطعين. وهاد جوج جثات راه ماشي صغار، راهم جثات كبار، اي الاصحاب ديالهم غادي يكونوا كبارين في اللاج ديالهم، كبارين في السن. على ايه الناس ديال الدرك الملكي كما قلنا داروا واحد التمشيط لداك المنطقه، هزوا داك الاطراف البشريه، داوهم نحو مستودع الاموات قصد التشريح للمعرفات هاد الاشخاص هادو شكون هما، لان ما معهم لا حوايج لا حتى شي حاجه. تهزوا الجثث نحو مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه ويعرفوا شكون هما هاد الاشخاص هادو. والناس ديال الدرك الملكي غادي يباشروا البحث والتحريات في هاد الجريمه هادي البشعه. على ايه
هنا الناس ديال الدرك الملكي بحكم ان الجثث ما معروفينش شكون هما وكيبانوا بانهم جوج ديال الجثث وما مكمولينش لان كان غير النصف ديال الاطراف والاطراف الاخرى مات فينا هي. الناس ديال الدرك الملكي غيبداو البحث بواحد الطريقه، غيبداو من الناس اللي دايرين البحث لفائده العائله، غيبقاو يقلبوا هنا يقلبوا هنا. ومن حصل الحظ ديال الناس ديال الدرك الملكي غيلقاو واحد البحث ديال واحد السيده جات 3 ايام قبل كتبلغ على الاختفاء ديال الاخ ديالها والزوجه ديالو. هاد السيده هادي جات قبل 3 ايام وبلغت الناس ديال الدرك الملكي. هنا الناس ديال الدرك الملكي غادي يعيطوا لهاد السيده، غتجي عندهم السلام عليكم السلام، قالوا لها انت درتي واحد بحث لفائده العائله؟ قالوا ما سيدي بالفعل، علم كتبقى علم كتقلب؟ قالوا ما سيدي كنقلب على الاخ ديالي والزوجه ديالو. هاد الاخ ديالك اش كيدير؟ قالوا ما سيدي هاد الاخ ديالي عايش هو والزوجه ديالو الثانيه وعنده سكنه في البلاصه الفلانيه، كان هو عايش على برا ولكن فاش دخل هنا للمغرب وقالوا شي مشكل مع المشكل مع الزوجه ديالو الاولى ولكن ما طلقهاش، هي عايشه هي والولد ديالها والزوجه ديال الولد ديالها في السفلي والاخ ديالي عايش في الفوقي، عايش في الفوقي هو والزوجه ديالو الجديده ما والدش معاها. هذه واحد 3 ايام فاش جيت عندكم ما لقيناهش، بقيت كنتصل به وخويا ما موالفش كيغيب عليا، كنعيط له كيجاوبني التليفون ديالو طافي. انا مشيت للدار ما لقيتوش، وفاش سولت عليه الزوجه ديالو الاولى اللي ساكنه في السفلي معاه في نفس الدار هي وولدها ومرات ولدها، قالت لي ودي هذه راه واحد 3 ايام ولا يومين قبل راه خرج هو والزوجه ديالو بالطوموبيل ومشى ما عرفتش فين مشى. سولت انا قلت لها واش ما هضرش معاك وهذا؟ قالت لي لا، قالت لي راه ما هضرش معايا، انا شفتو بان هز الطوموبيل وركب هو ومراتو كانوا كيضحكوا خرجوا مشى وما عرفتش فين مشى. مزيان هنا كانت هذه الاقوال اللي كتقول هذه الاخت ديال هاد السيد هذا اللي مختفي. الناس ديال الدرك الملكي كما قلنا عندهم تصور ديال جوج ديال الجثات ولكن ما مكملينش، كاين غي كنقولوا حنا كاين لان ما كنبغيش نضرب هاد التفاصيل بحال هادو، كاين غير الوجه ديال الشخص اما شي اطراف اخرين ديال 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 السيده ما كاينينش. هنا كما قلنا عندهم الوجه ديال الضحيه اللي لقاو في الغابه، وراوه لهاد السيده قالوا لها ودي حنا راه لقينا شي اطراف ديال شي واحد في الغابه كذا ما كذا ولكن راه عندنا تصاور غادي نوريوك التصاور شوف واش هو اخوك ولا ماشي اخوك. جبدوا لي هاد التصاور، السيده هما كيهضروا معاها فاش شافت التصويره سخفت سخفت تما، بقاو كينوضوا فيها نوضي شريفة نوضي شريفة، السيده ما عرفتش راسها باش تبلات. بعد ما نوضوها بمشقه الانفس بقاو كيهضروا معاها وكيصبروا فيها، السيده قالت لهم سيدي هذاك هو خاي هذاك هو خويا وهذيك اللي لقيتو مع الجثه ديالو غالبا غتكون ديال الزوجه ديالو الثانيه. هنا الناس ديال الدرك الملكي غادي يلقاو بعدا شكون هما هاد الاشخاص هادو، هنا غيبقى البحث شكون اللي قتله وعلاش قتله. سولوا هاد الاخت ديال الضحيه قالوا لها دابا انت بحكم انك كتعرفي اخوك مزيان هذا شكون اللي عنده المشاكل معاه وشكون اللي كيدابز معاه هذا؟ قالت لهم سيدي انا اللي عارفه بان كان عنده المشاكل ديالو مع الزوجه ديالو ولكن امور بيناتهم صافي تنضات، هي خدات السفلي وساكنه هي ولدها ومرات ولدها، هو ساكن في الفوقي، حتى البيبان اللي عندهم في ذاك الدار مختلفين، واحد كيخرج من الزنقه من هنا والاخر كيخرج من الزنقه من هنا. مزيان هنا الناس ديال الدرك الملكي غادي يجيبوا الزوجه غيبحثوا معاها، جابوا الزوجه السلام عليكم السلام، قالوا لها انت هي مرات فلان؟ قالوا سيدي مرات فلان فين هو؟ قالوا سيدي ما عارفاش. هنا غادي يخبروها بان الرجل ديالها لقاوه مقتول هو والزوج ديالو ومرمي في الغابه. السيده تفاجات قالت لهم سيدي انا ما عارفه والو، قالوا لها هو انت الزوج ديالك مختفي هذه 3 ايام وما جيتيش تبلغي عليه؟ قالت لهم سيدي شوف انا عايشه بوحديتي، عايشه في منزل بوحديتي انا وولدي ومرات ولدي، ولكن الزوج ديالي اللي هو مازال الزوج ديالي ما بقاش كيجي عندي وما بقاش كيسوق ليا، عايش هو والزوجه ديالو الثانيه وحتى الباب ديال الدار ديالهم جايه الزنقه الاخرى، عنده السياره ديالو تيخرج هو والزوجه ديالو مره مره تنشوفهم تيخرجوا كيركبوا كيمشيو صافي، انا ما كنديهاش فيهم صافي، انا بقيت عايشه مع ولدي وانا كبيره في السن وكذا وكذا. مزيان قالوا لها دابا انت علاش ما جيتيش تبلغي؟ قالت لهم سيدي هذا هو الاسباب، انا ما عارفاش، انا قلت يمكن هو مازال كيعيش الحياه ديالو، الزوجه يلا تزوج بها هذه واحد العامين مازال كيديها هنا ويخرجها لهنا، قلت يمكن راه مشى وسافروا لشي بلاصه، هادشي علاش؟ لانني نهار الفلاني
هذه واحد 3 ايام شفتو ناض في الصباح بدا كيضحك هو والزوجه ديالو الثانيه، ركب في السياره ديما راه مشى مزيان. كانت هذه المعلومات اللي خداو من عند الزوجه الثانيه. هنا الزوجه الثانيه كما قلنا عندها ولد وعندها مرات ولدها عايشه معها، حتى هما غادي يجيبوه من البحث. هنا قبل ما غادي يجيبوه من البحث غادي نهضر معكم على الطبيب الشرعي. اكد ليهم الطبيب الشرعي خلال التقرير الاولي قال لهم بان هادو راهم جوج الجثات، جثات ديال الاشخاص ها شحال لاج ديالهم شحال لاج ديالهم، وكان الجثات ما كاملينش لان الراس ديال السيده وبعض الاطراف ديالها وبعض الاطراف ديال الزوج ما كاينينش، تلاحوا في شي بلاصه اخرى. اذا بحال الجثات ما كاملينش. هنا كما قلنا مسرح الجريمه ما عارفينهش فين هو، لان مسرح الجريمه اللي لقاو فيه الجثات هو مسرح الجريمه الثاني، اما الاول فين ارتكبت هذه المجزره ما معروفاش فين هي. هنا غيوقع البحث، غيمشيو للحومه ديال هذا ديال هذا السيد هذا، غادي يسولوا تما، سول الجيران، سول كذا سول كذا سول كذا. السيد كما قلنا عايش على برا وسال الخدمه ديالو على برا، دخل المغرب عنده السكن ديالو، ساكن عارفين الناس ديال الحومه بان ساكن هو والزوجه ديالو الثانيه، والزوجه الاولى سكنها في السفلي هي ولدها مرات ولدها. هادو المعلومات اللي خداو من الحومه. الحومه كيسولوا الناس ديالها واش ما وقعش خلاف بيناتهم مؤخرا، واش ما دابش مع شي واحد، واش ما هضرش مع شي واحد، واش كذا. الناس ديال الحومه ما اكدوا لهم حتى شي حاجه، قالوا لا سيدي حنا ما شفنا حتى شي خلاف بينه وبين الزوجه ديالو او بين الابناء ديالو او كذا او كذا او كذا. هنا الناس ديال الدرك الملكي غادي يمشيو يجيبوا الابن ديالو والزوجه ديالو. سولوا الزوجه ديال الابن ديالو هي الاولى، قالوا لها انت عايشه معهم في الدار، انت ما عرفاش شي خلاف وقع بين الزوجه ديالو اللي هي عجوزتك وشيخك وبين الخلافات اللي عندهم. قالت ما سيدي انا ما عرفاش، انا اللي عارفه بانني عايشه مع الزوج ديالي والام ديالو. شي مرات كيبقى فيهم الحال يقولوا بان شوف كيخرج الزوجه ديالو الثانيه وكيتهلا فيها وكذا، وحنا نسينا وعجوزتي كتبقى بحال اللي كترد لخاطرها وكتبقى تهضر هي ولدها. شي مرات كنلقاهم كيهضروا في الكوزينه بيناتهم، كنوصل حداهم تيسكتوا ما كيبقاوش يهضروا. انا ما صافي كنتجاهل داك الموضوع، انا عارفه العيالات بيناتهم هاد الحسابات بحال هكذا، صافي تنتجاهل الموضوع مزيان. هنا قالوا لها انتيا ليله فلانيه، لان هنا الطبيب الشرعي اكد لهم بان الضحيه مات في الوقيته الفلانيه مع داك الوقيته ديال العشرة ديال الليل. سولوا الناس ديال الدرك الملكي هاد الزوجه ديال الابن، قالوا لها شوف انتيا النهار الفلاني في الوقيته الفلانيه فين كنتي؟ قالت لهم سيدي كنت في الدار. وعجوزتك فين كانت؟ حتى هي كانت معايا في الدار. مزيان. وشيخك وهذا؟ قالت لهم سيدي ما نعرف، انا ما كنتسوقش ليهم كاع، دوك خلافات بيناتهم كيدابزوا بيناتهم او كيهضروا بيناتهم هذا، انا ما عندي مشاكل معاهم ما كنعرف علاش. مزيان. سولوها على الزوج ديالها، قالوا لها الزوج ديالك داك الليله فين كان هو؟ قالت لهم سيدي الزوج ديالي داك الليله كان مسافر، راه مشى للبلاصه الفلانيه وجا حتى لغد ليه في الوقيته ديال 10 الصباح عاد جا. مزيان. اي هنا الزوجه كتقول بان الليله اللي تقتل فيها الضحيه والزوجه ديالو الثانيه الولد ديالو ما كانش بايت في الدار. مزيان. هنا غيدخلوا الزوج سولوه قالوا له نتايا مع الاب ديالك كيدير العلاقه ديالك؟ قالوا سيدي العلاقه عاديه بيني وبين الاب ديالي عادي. مزيان. قالوا له نهار الفلاني في الوقيته مع 10 د الليل حتى 12 د الليل فين كنتي؟ قالوا سيدي ديك الوقيته انا كنت مسافر، راني سافرت في الليل تعشيت مع الوالده ديالي والزوجه ديالي، نط سافرت ما جيت حتى لغد ليه في الصباح. فين كنتي؟ قالوا سيدي كنت في المدينه الفلانيه، مشيت جبت شي سلعه وجبت شي هذا، وراه السلعه مازال محطوطه عندي في الدار. مزيان. هنا الناس ديال الدرك الملكي كما قلنا ما لقاوش شي بيست من يدخلوا او يلقاو شي حاجه اللي تفك لغز هذه الجريمه هذه. الولد كيقول لهم سيدي كنت في بلاصه فلانيه، الزوجه كتاكد، الام كتاكد، اذا القضيه مضبوطه. هنا كما قلنا الزوج عنده السياره ديالو، والزوج دي كما كتقول الزوجه بان خرج هو والزوجه ديالو الثانيه بالسياره ديالو، اذا السياره ديالو فين هي؟ وقع البحث في ديك المدينه على ديك السياره والماتريكول ديالها، لان معروف الترقيم ديالها. قلب هنا قلب هنا قلب هنا حتى غيلقاوها مركونه في واحد الشارع، السياره مركونه
شنو غيديروا الناس ديال الدرك الملكي باش تنسيق مع الناس ديال الامن؟ غادي يترصدوا لذاك السياره يشوفوا شكون غادي يجي ليها ياك ما كيستعملها شي واحد. تقريبا نص نهار والناس ديال الامن حاضرين داك السياره واش ما يجي ليها شي واحد واش كذا واش كذا، ولكن ما جا ليها حتى شي واحد. هنا تخبروا الناس ديال الدرك الملكي والناس ديال الامن بان راه حتى شي واحد ما جا لذاك السياره. هنا السياره غادي تهز من تما وغتمشي عند الدرك الملكي باش يبحثوها. خلال البحث الاولي واللي دار عليها تقني مسرح الجريمه، لقاو بان السياره فاش فتحوها كاين اثار ديال الدم في الكوفر ديالها، كاين اثار ديال الدم. داك الاثار ديال الدم اللي هزوه من تما داروا له التحليل، لقاوه يتطابق مع الجينات ديال الضحيه والزوجه ديالو. اذن السياره ديالو فيها تهزات هذيك الجثات وتلاحو. شكون اللي استعمل السياره؟ العلم لله. دوك يقلبوا على البصمات ما لقاو حتى شي بصمات. البصمات اللي لقاو تما في الفولون ديال السياره او داخل السياره هما ديال الضحيه والزوجه ديالو، لانه هما اللي كيستعملوا داك السياره هما اللي عندهم البصمات تما. شي بصمات واحده اخرى ما كايناش. هنا السياره هي اللي تستعملت في هذه الجريمه هذه باش تنقلوا الجثات، ولكن شكون اللي قتلهم؟ العلم لله. هنا غياخذوا الناس ديال الدرك الملكي امر من النيابه العامه، غادي يقتحموا المنزل ديال الضحيه اللي ساكن فيه هو والزوجه ديالو الثانيه. طلعوا، غادي يطلعوا غيلقاو البيت او عفوا المنزل ديالو مرتب، ما فيه حتى شي ربل او فيه شي مشاكل او فيه شي تهرات او فيه شي حاجه بحال هكذا. ولكن اللي غينتابوا ليه الناس ديال الدرك الملكي بان داك المنزل كان يلاه تصبغ، زال الصباغه ديال شي بيبان والصباغه ديال شي دوك الكادرات ديال البيبان وشي سراجم، وكاين واحد الصور ديال الصاله حتى هو تصبغ. اذا مازال كتعطي ريحه الصباغه، وكاين الريحه ديال جافيل، ريحه ديال الصباغه والريحه ديال جافيل. اذا الدار بحال عاد عاد تصبغات وعاد تسيقات. بقاو الناس ديال الدرك الملكي بحث هنا هز هنا بحث هنا هز هنا، حتى غيمشيو لواحد السيفون. السيفون شنو هو؟ هو داك كنقولوا حنا القرقاره كتكون داخل المنزل، هذيك البلاصه اللي كيمشي ليها الماء ديال التصياق. غيمشيو لتما، كاينه وحده كاينه في الضوايا، واحد السيفون كاين في الضوايا. غيمشيو غيبحثوا وغادي يهزوا داك واحد المغطيه كتكون عليه ديال الحديد، غيلقاو تحت من داك المغطيه ديال الحديد كاين اثار ديال الدم بقى تما مجموع، واخا تكب الماء بقى داير تما، لان الدم راكم عارفينه فاش الدم فاش كيتجمع كيولي ملبد، ما صعيب باش يتسيق وباش يتحيد، كيبقى لاصق فشي بلايص. غادي يهزوا داك العينه ديال الدم، غادي يدوها للمختبر، غيعرفوا بان المنزل فيه ترتكبت هاد الجريمه. المنزل فيه تقتلوا بجوج بيهم. ايوا كيفاش؟ السيد تقتل في الدار ديالو والزوج ديالو ساكنه تحت منه، الناس ديال الحومه ما ساقوا خبار، حتى واحد ما ساق الخبار، اذا شي حاجه تما ما مفهوماش. هنا الناس ديال الدرك الملكي غيوليو يستدعيو الاخت ديال الضحيه، جابوها قالوا لها شوف غادي نسولك، كي دايره العلاقه ديال ولد خوك مع باه؟ قالت لهم سيدي العلاقه ماشي هي هذيك. قالوا لها كيفاش؟ قالت لهم سيدي كان وقع بيناتهم شي مشاكل، ولكن مشاكل قديمه ماشي دابا. شنو هما المشاكل؟ قال لا. قالت له ودي فاش الاب او الاخ ديالي رجع من فرنسا، دابز هو الام او هو الزوجه ديالو الاولى اللي هي الام ديال ولده، دابزو داك ينقر عليها سيد جوج. فاش تزوج هذاك الفوقي كان ساكن فيه ولده، قال له شوف غتهبط تسكن مع امك، انا غادي نجيب المراه ديالي. هنا بقى بيناتهم شي مشاكل، هو الابن ديالو، نوض تخدم على راسك، نوض دير تفعل، نوض واش غنبقى انا خدام عليك، واش غنمشي نضرب تماره في بلادات الناس ونجي نعطيك، واش كذا. وقع بيناتهم شي مشاكل، وبدا كي الاخ ديالي بحال يبدا كيجرح الولد ديالو. صافي الولد ديالو ما داش فداك الهضره، هبط تسكن مع الام ديالو، بقى دوز واحد المده نسى داك الشيء. السيد تزوج جاب المراه ديالو، عاوتاني ولد الاخ ديالي حتى هو تزوج وجاب المراه ديالو. مزيان، كانت هذه الاقوال ديال الاخت ديال الضحيه، غادي نجيبو عاوتاني مرات الضحيه الاولى. سولوها، فسولوها حتى هي كتكون نفس المشاكل. قالت لهم سيدي انا الزوج ديالي كان فاش كيجي برا عاطيها للبنات والقصاير برا وكذا 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 وكذا، واحد النهار بقيت انا كنقول عليه، قال لي شوف انا غنسليم هادشي وغادي نتزوج، انا طلعتي لي فراسي، غادي تهزي ولدك من تما غتهبطيه يسكن معاك، انا غنجيب المراه ديالي غنسكن تما صافي. وحتى الباب ديال الدار غادي نقلبو من الجهه الاخرى،
هذه هي المعلومات اللي عطاتهم الزوجة الأولى. هنا غيجيبوا عاوتاني زوجة الابن، سولوها زوجة الابن كتهضر بعفوية، قالت لهم سيدي شوف أنا النهار الفلاني بالفعل، فسولوها بأن النهار الفلاني قالوا لها لأن الطبيب الشرعي أكد اليوم قالوا هاد الجوزات هادو فوقتاش قتلو، قالت لهم سيدي النهار الفلاني أنا بالفعل أنا سمعت ديك الوقيتة ديال من بين 9 حتى 11 الليل سمعت بأن كاين الزديح الفوق في الدار. أنا فاش سولت عبوزتي قالت لهم يمكن راه الاخر هو والزوجه ديالو راك عارفين كي هذا كيزدحوا ولا كيصوبوا شي حاجه تما. صافي انا ما نتابعش لك الشيء مزيان. اذا الضحيه والزوجه ديالو تقتلوا تما غادي يجيبوا الابن، جابوا الابن غادي يحقوا معاه. قالوا له انت كتقول بان نهار فلاني كنتي في بلاصه فلانيه، قالوا ما سيدي بالفعل كنت في بلاصه فلانيه واخا عطينا عند من كنتي، كنت عند فلان وشيت سلعه عند فلان، قالوا له شوف كتقولنا عند من كنتي وعند من مشيتي سالينا ديسي السلعه مشيتي كذا غادي تورينا. السيد بقى كيتهرب بدا كيدور في عينيه كما كنقولوا بدا كيصفر ويحمر. قالوا شوف اولدي دابا غادي تقولنا الحقيقه، ما بغيتيش هي تحمل المسؤوليه ديالك لان الاب ديالك والزوجه ديالو الثانيه تقتلوا في الدار فوق منكم وانت ساكن في الدار، انت والام ديالك والزوجه ديالك، والزوجه ديالك كتقول لك بان سمعت شي دباز داك الليله وسمعت شي زديح تما في فوقي، وانت داك النهار ما كنتيش تما وفي الليل جيتي فاش جيتي عندهم تعشيتي معاه قلتي لهم غادي نسافر وبقيتي كتدخل من هنا وتخرج. دابا الا سافرتي ورينا عند من مشيتي ولا قول لنا شنو كاين، حنا راه شاكين فيك بان هاد الجريمه انت اللي ارتكبتيها. لازال الدرك الملك يجاوه نيشان. السيد بقى حاني الراس وبدا كينكر، قال لهم لا سيدي انا فاش سمعت با تقتل انا مشيت للسبيطار، وانا فاش قالوا لي لقاوه في الغابه مشيت كنجري عنده وكذا. قال له شوف حنا هادشي ما عندنا ما نديرو به، حنا عطينا المبرر في كنتي داك الليله. هنا غادي نقول لكم هاد الابن هذا غيحني الراس، فتالي قال لهم من وصلتوا ليا انا اللي ارتكبت هاد الجريمه هاد وانا اللي قتلت، ما بغاش يقول لهم انا اللي قتلت با، قال لهم انا اللي قتلتو. هنا غادي يحكي لهم الجريمه كيفاش وقعت. قال لهم انا الاب ديالي كان حقرني، الاب ديالي كان كيدق فيا الملحه وانا تزوج على الام ديالي، كنت انا ساكن في الفوقي وجا جرى عليا وبدا كينهرني سير تخدم على راسك واش انا نبقى نخدم عليك واش انا كذا واش كذا، وبدا كنقول عليه وبدا كيدير لي شي مشاكل حتى في حياتي الشخصيه، وفاش تزوج حتى العرس ما حضر ليش وانا زدت كرهته، لهذا غادي نفكر باش نصفيها ليه، لان الام ديالي ما كان كيصرف عليها ما حتى شي حاجه، والام ديالي كيبقى فيها الحال بان الزوجه ديالو الثانيه كيخرجها ويديها من هنا ويديها من هنا. قالوا ما سيدي ذاك النهار اللي غادي نصفيها ليهم فيه ترصد الزوجه ديالو خرجت للحانوت رجعت، فاش رجعت شنو غادي ندير انا، كانت تحت مني داك الشيء باش غادي ارتكب الجريمه، غادي نطلع موراها في الدروج هي طالعه وانا طالع موراها، واحد اللحظه هي دخلت وانا دفعتها لداخل شديت لها فمها ذبحتها داك الساعه صفيت عليها وجريت لواحد القنت حطيتها وبقيت كنتسنى في الدار. واحد شويه دازت واحد الساعه وانا جالس كنتسنى حتى غادي يدق الاب ديالي فتح الباب، بالفتحه اللي فتحت قال لي اش كدير هنا، جريته دخلته لداخل حتى هو ذبحته. قال لهم سيدي ذبحته وجريتهم جوج لواحد البيت وحطيتهم خليتهم تما ومشيت بحالاتي، تعشيت مع الوالده قلت لهم ودي انا راه غادي نسافر وبالفعل. قالوا ما سيدي مشيت جبت شي سلعه وجيت داك الليله هذيك في الصباح عاد جيت جلست معاهم، فاش جيت الوالده حست بشي حاجه ماشي هي هذيك، قالت لي راه الاب ديالك والزوجه ديالو هاد النهار ما بانوش هنا. قالوا ما سيدي انا قلت للوالده ديالي بان راه صفيت عليهم. اذن هنا الزوجة الأولى فراسها بأن الابن ديالها صفاها للزوج ديالها ومراته الثانية اللي هي شريكتها. قال لهم سيدي بقات الأم ديالي شادة فراسها شنو غادير، قال لها قلت لها أنا غادي ندير داكشي اللي فراسي. قال لهم سيدي شنو درت، مشيت جبت واحد الساطور جبت بعض الأشياء اللي كيصلحوا للتقطع وجيت طلعت عاوتاني للدار كيف العادة ودخلت طرقت عليا الباب جبت واحد ميكا وبديت كنفصلهم وديرهم في الخناشي، فصل ودير في الخناشي، تفصلتهم مزيان
وغادي نخلي حتى الوقيته ديال الفجر، وغادي نهز السياره ديالو وغادي نحط فيها داك الميكات، وغادي نمشي للغابه الفلانيه، غادي نلوح تما بعض البلاستيك اللي فيه داك الاطراف ديال الجثث، وهزيت عاوتاني ومشيت لبلاصه اخرى، لقيت واحد الحفره ولحت تما الجثث الاخرين، ودرت عليهم واحد الوراق ديال الشجر كاينين تما، قلبتهم عليهم باش ما يبانوش، ورجعت للدار. رجعت للدار سيقتها مزيان وجبت جافيل وجبت كلشي، نشفت الدار مزيان وغسلتها مزيان، وكانوا شي رشات ديال الدم على الحيوط وعلى البيبان، مشيت جبت صباغه وصبغت داكشي، بديت كنصبغ الحيوط، كنصبغ البيبان، كنصبغ كذا، كنصبغ كذا، حتى رجعت الدار بانها جديده، ستفتها قديتها وخرجت بحالتي. فاش مشيت عاوتاني هزيت داك المواس اللي كانوا عندي باش نركب داك الجريمه، ديتهم لواحد البلاصه ولحتهم، ومشيت حطيت طوموبيل في الشارع الفلاني وجيت بحالي. وهنا داز واحد اليومين، جات للاخت ديالو سولت الوالده ديالي، الوالده ديالي هي عارفه بانني انا راني قتلته هو والزوجه ديالو ولحتو، قالت لها بدي راه هز طوموبيل هو والزوجه ديالو وخرجوا، وديك الاقوال هي نفسها اللي قالت لكم حتى نتوما. هنا الزوجه الاولى كانت عارفه بان الزوج ديالها مقتول، والله يا رسول الله نفضي، ما بلغتش الناس ديال الدرك الملكي، ولكن كذبات عليهم قالت لهم اودي انا شفتو بانه خرج، لان باش بعد تهمة على ولدها، ولكن كما كنقولوا الروح عزيزه عند الله. انا الناس ديال الدرك الملكي فكوا لغز ديال هذه الجريمه هذه، الزوجه ما عندها تيد في الجريمه هذه وما عندها حتى متابعه، ولكن هذه الزوجه ديال الابن. اما الزوجه ديال الضحيه الاولى كانت كما كنقولوا على عين بالجريمه وما بلغاتش، ولكن ما كانت تحرضات، ما اتفقت، ما والو، حتى جا عند الوالد ديالها قال لها ودي راه قتلت الوالد ديالي والزوجه ديالو الثانيه، هذه فراسها هي، ولكن ما بلغاتش وكذبات على الناس ديال الدرك الملكي. وهنا غادي تعاقب بالعقوبه ديال سنتين من السجن النافذ. هنا حاجه واحده اخرى، الناس ديال الدرك الملكي غادي يقدموا هذا الشخص هذا اللي ارتكب الجريمه واللي ارتكب المجزره، وغادي يحيلوا على الطبيب النفسي، وهنا غيلقاو بانه ما مريض، ما كيعاني لا من اضطرابات نفسيه لا من حتى شي حاجه، ما كيتناول حتى شي دواء، انسان كما كنقولوا حنا طبيعي. شو على جريمه ارتكب باش تقبض الانسان، تلقى تقبض باك والزوجه ديالو وتقتلهم وتذبحهم وتفصلهم قطع كما كنقولوا حنا، بحال فصلتي العيد، فصلتي العيد طراف ودرتيهم في ميكا وديتهم لحتيهم. هنا غادي يحيلوه على لانه معترف، والله يا رسول الله ما كان بغى نحيلوه على قضيه التحقيق لا والو، غيتابعوه مباشره، غيتحكم بالعقوبه ديال الاعدام. هنا غادي نرجعوا للقضيه ديال الاطراف الاخرين، غيمشيو معاه، غيمشيو مع هذا المسخوط، هذا المسخوط الوالدين، غيمشيو معاه للبلاصه اللي لح فيها الاطراف الاخرين، وغيحيدوا بعض الاوراق ديال الشجر وبعض الشطب ديال الشجر، غيلقاو بالفعل كاين تما الاطراف المتبقيه من الجثث، غادي يحيلوهم على الطب الشرعي ويأكد لهم بانهم نفسهم ديال الاشخاص لان كانوا في حاله تحلل، وغادي تدفنوا هذه الجثث. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم، وهذه جريمه اليوم، الجريمه ديال مسخوط الوالدين اللي ارتكب المجزره في حق الاب ديالو والزوجه ديال الاب ديالو. ولكن هنا متابعينا الكرام غادي حنا نشوف مسخوط الوالدين ما كنناقشوهش، مسخوط الوالدين راه تهمه اللي هي خايبه في الحبس. مسخوط الوالدين الى دخل السجن عندك هاد جوج ديال التهم، خصوصا جوج ديال التهم ديال مسخوط الوالدين وديال الاغتصاب ديال الدراري الصغار. هاد التهم هادو الى دخل عليهم شي واحد للسجن حتى السجناء ما تيحملوش، تيولي مضطهد من طرف السجناء، ما كيحملوش، كيقولوا شوف انت الدري صغير قبل تغتصب، تي واحد كيقول له انت تا والديك ما حنيتيش فيهم، عاد تحن فينا حنايا، تا والديك شنو درتي فيهم. لهذا متابعينا الكرام غادي نطرق لواحد الموضوع واحد اخر، شنو هو؟ هنا الوالدين، عندك شي ابن، هنا كنوجه المتابعين ديالنا، الحمد لله كاين متابعين ديالنا اللي كيتبعونا وكيسمعونا، عندك شي ابن في الدار ما خدامش، حاول تعاونه، لان يعني داك الولد راه خصوصا اللي انت كتشوف شي ولد عندك درويش، شي ولد مسكين ما كيدير مشاكل، ما كيدير والو، كيقيل شاد على راسو، هذا هو براسو ما حاشم من راسو بانه جالس معاك في الدار ما خدام ما داير حتى شي حاجه،
كاين اللي قراه مسكين كيقول هو انا ما عندي جهد التمره ما عندي حتى شي حاجه ما كرهت شي خديمه انا ورقه وستيلو وكتلقى مسكين جالس في الدار ما خدام ما والو وكاين شي والدين الله يهديهم كيبداو يدقوا الملحف ولادهم اشو ولد فلان خدم اشو ولد فلان خدم اشو ولد عمتك شرا الطوموبيل شو كذا هما كيبغيو زعما بحال يديروا فيه النفس ولكن في نفس الوقت راه كيحرقوه بداك الهضره هذيك الهضره كتولي كتحرقوا لداخل كيولي عنده واحد المرض نفسي شي مرات كتلقاه اما شي بيت شانق راسو يا اما كيغبر يا اما كيحماق يا اما كيخرج الطريق لهذا حاولوا تهضروا مع وليدات ديالكم التي هي احسن عندك شي وليد ما خدامش قول ودي دابا يسهل الله وتا الى خدم ولد خالتك ودار الدار ودار كذا تا انت دابا تخدم ودير وتفعل وتصوب وتخفف عليه الا شتيه مأزم ما تجيش تكمل عليه حتى هو راه براسو كاين شوف هاد المرحله هذه بزاف ديال الناس دازو منها ومتابعين ديالنا راه غادي يعرفوا هاد القضيه هذه كل انسان ما خدامش وعايش مع والديه راه كيحشم الا بغى يحسن او يمشي للحلاق ما عندوش بغى يمشي للحمام ما عندوش بغى يخرج غير مع صحابو كيلقى راسهم ما عندوش وما غيقدرش يقول لوالديه لان كيشوف والديه مساكن حتى هما مضاربين مع الزمان وبراسو كيقول انا خصني نعاونهم ماشي انا ندي لهم كيبقى تيرد الخاطره وتيرد الخاطره الله يحسن العوان لهذا الوليدات ديالكم راه تنتوما الوالدين راه هذوك كبتكم وحاولوا تتفاهموا معاهم وما تجرحوهمش البنت ما تزوجات ما تبقاش عليها انت درتي انت ما تزوجتيش في ليلياتك تزوجوا انت بقيتي تبقاي مبايره هذه ماشي هضره هذه الهضره ما خصهاش تقال للبنات شوف الرزق راه عند الله راه النهار اللي غادي تزوج داك البنت واخا تكون في عمرها 50 عام غيجيو فيها الخطاب لهذا رأفوا بالوليدات ديالكم عندك شي بنت ما تزوجاتش ولا دابا يسهل الله ودابا ان شاء الله تنتي تزوجي وديري وليدات لان الا بقيتي كتضغط على ديك البنت وتقول لها ما تزوجيش ماشي كذا تقدر من غدا تقلب هي غير مع من مكان يقدر يضحك عليها الاولي والثاني والثالث تقول غير هذا ينوض يتزوج بيا غير هذا ينوض يتزوج بيا غتولي خارجه الطريق لهذا حافظوا على الابناء ديالكم راه ماشي الزواج هو كل شيء ماشي بنادم ما خدمش راه الله يحسن العوان عندك شي وليد ما خدمش دابا ان شاء الله يخدم ويرجع حتى هو شنو الهمه وشان كما كنقولوا في الحياه ديالو على اي المتابعين الكرام كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبره وانتم ما عليكم غير تشجعونا بلي لايك وبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم باش نوصلوا في نشر هذا المحتوى كما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق الى هنا متابعينا الكرام كتنتهي الحلقه واللي بغيت نشير لها بان الحلقات اللي كنعاودو هما قصص واقعيه ولكن اي تشابه في الاسماء او في الاحداث هو من باب الصدفه ليس الا دمتم في رعايه الله والى حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.